أنا المعاق ولكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني مثابر لغاية عظيمة. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الحلقة المقبلة ستكون تضامناً مع هذه الفئة. اكتشفوا معنا الطفل بلال لما زارنا في السنة الماضية على كرسي متحرك، أما هذه السنة فجاءنا يمشي على رجليه. يا للمفاجأة، الإرادة تصنع المعجزات. برافو برافو برافو، شوفوا كاش يدور وحده، شوفوا كاش يسقم روحه وحده. هلا يلا وليدي، هلا نرجع شوية اللور، يلا هلا زيد شوية، زيد شوية اللور بلال، زيد شوية برك. فوالا وليدي قعد، الله يبارك. فوالا وليدي أدوق كل باب لغاية العظيمة. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا إذا تحبونا يا أطفال، وحنا تاني نحبكم، سوف نلتقي مساء يوم الثلاثاء. مرحبا بكم يا أطفال، تعالوا هلموا إلينا نضموا مع عمو يزيد.